شيء غريب. هذه السيارة من تويوتا اسمها راش، تروح تفتح الباب وتقرأ البليته تلقاها دايهاتسو، ما أدري إذا واضح معكم ولا لا. وهذه لكزس إي إس، تروح تفتح الباب وتلقى مسجل على البليته تويوتا. أوكي صحيح، أدري أن تويوتا تمتلك شعار لكزس وشعار دايهاتسو، بس وش اللي يخليها تسجل على اللكزس تويوتا وعلى التويوتا راش دايهاتسو؟ شاركوني بتعليقاتكم، الله يعطيكم العافية.